منذ النزوح في 2015 صحيح مجموعة من وقت مجموعة تم جلبهم من ما نقول من داخل السودان، أنا زوج جابوا داخل السودان أصلا ما أنا كان عنده أرض قاعد فيه. يبقى الناس الموجودين الآن في 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 ديارنا حقيقة الناس مسجلين من برا، وحقيقة ما كانوا في هتا يقول يا شباب يقول نواح وهم يدعوا كانوا هتا دي يبقى حقهم. يوجد جملة من المواد النارية كويس للجويد يحملون الأسلحة النارية يختصب يقتل وحكومة صامت تموت مقابر. يعني احنا دايرين نتساءل سؤال موجود بأخلاقي في جملة من الحكومات الموقية للسلام جوبا الما موقية حكومة يعني حقيقية موجودين شرطة موجودين ليه بس يا حكومة انت ما قادر تصدر قرار انه المجرمين ده تجيبوا المرتكبين الجرائم ده تعصروا كويس السلمياتنا اوراقنا ذيل انا لو بجيزانا حاجة ياما كتبنا وياما كتبنا وياما. أنا طبعا في البداية متابعين أحداث جولاب منذ سنة 2013، وأنا طبعا نازح سنة 2015 نزحت بأسباب بتاع شنيمة المستوطنين الجدد تردونا من منطقتنا، وأنا طبعا من شرق طويلة وبالتحديد جولاب بتقى شرق طويلة، والمنطقة طبعا بقت بؤرة بتاع أحداث منذ عهد السلطان الكوزني أو الدكتاتور الكوز هو شنيمة كبير. أني رفنا يعني في جهات إذا أمر في قديم دي منتي كل جيم من محلات طويلة منتي دار سلام، وأنا نتمنى يعني حياته إذا كان في سلطات يقبل مشكلة كل جيم في تزمي بيها نزرعات فشل الموسم زراعي ده فشل رسمي، وفي كارثة إنسانية أنا شايف لا جهات منظمات ولا جهات حكومة جهات كلمة تقول ما في، لأنه ناس خسارة الذي وصلوا الناس في ناس إذا غير فقدوا ممتلكاتهم أموالهم وياد خسر خيار عدالة حكم سيال عدالة فردونا مراتقنا وجينا مجرجين ومدادحين وجينا كلم مدادحين وملخلخين ومدادحين تردونا من وطننا وجينا محرقنين ولينا كلم حكم سيال عدالة وما في الحكم والناس نزحت أكثر من 38 قرية في ظرف 3 أيام، ودي يؤد من أكبر نزوح في أهدي سلام جوبا، من أكبر النزوح في أهل سلام جوبا، ودي يؤتي يكون لبعض الناس النزوح الرابع، لبعض الناس النزوح الأول، لبعض الناس النزوح الثاني، لبعض الناس النزوح الثالث، ودي طبعا كارثة إنسانية كبيرة شديد جدا. وبعد ذلك يعني شايف لحد أمس في مناوشات وفي معركة كبيرة شديد جدا في ظل سلام جوبا، في ظل سلام جوبا اشتبكت نازل شايف الكلام ده بقى أكثر من طاقة الحكومة، واشتبكت مع القوات الحكومية وحركات كفاح المسلح، وراها دهيته أكثر من شنيمة 7 شخص، وأيضا من طرف الثاني برضو في دهاية، لكن طبعا أنا ما بعرف إنه شنيمة ما تلم كم ولا سند، لكن في ترويب بالنسبة للمواطنين وحلا. لو استدامنا نحن وآخرين صحيح من جو ده سرا قبل، ولكن زول يحشدوا من 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 شمال من اتياكاب كايو يحشدوا من الضيعين ويحشدوا من جهات كله ويوفر له موتر ويوفر له جمل ويظن بأنه يجي لغاية مساء أمس يكشكش في حلاله ويسوق بحيم الناس. فقيت والله رجعنا لبداية الحرب في 2003 ولحد الآن. يعني تتوقع انه في المنطقه دي في سنه 2016 ضبوها امراه، يعني وصلوا لدرجه انه شنو ما يضبوها امراه بالسكين، ودي طبعا حاجه طبعا يعني مؤسف شديد جدا، والان بيجوا بقتلوا ناس سواء كان في معارضه سواء كان في كوشنه سواء كان في سوسوة شلشلات بوبا سجلي كويم. الغرض من القتل اللي هي شنو ما استولوا على هذا الارض وينزحوا الناس ديل، وفي النهايه شنو ما يستبدوا الناس، وفي كلمتهم بيقولوا شنو ما ديل ابيد ونحن شنو ما مالهم وباهيمهم شنو ما لنا، نحن ابيد الله سبحانه وتعالى وما ابيد لانسان.
البداية نقول ده حيبة غياب حيبة الدولة دي في المقدمة، وبعد ذاك ضحايا لمجموعة يسعوا في حتة دي أنه يزول أفقدوا فقدوا سلطتهم مع النظام البايد، وبيستغلوا بساطة من قبائل العربية وبيجندوهم وبيحشدوهم من أنحاء دارفور كلهم داير يجيبوا هنا قال يخلقوا لهم يزول حتة بتاع بادية. يا أخوانا يبقى الأرض لله، ولكن ما يبقى كده أنا أتول، أو ممكن تقول والله مش ده يخلقوا لهم بادية، إنما ده يخلقوا نوع من الصراع باعتبار انه هم فقدوا السلطه، وديل الناس الحركات المسلحه زمان مقاتلهم في زمن النظام البايد الان جو سلطه. فحقيقه الان بلا شك بانه الشغله دي ماشي من وراه مجموعه من عناصر الكان مشاركه في النظام البايد. الامن متوفر يعني ما عندنا اي حاجه، العرب هسه هنا من هنا قاعدين نمشي في خرطوم نمشي اي اتجاهات قاعدين يسالونا يقولون يشربوا مع محل نركب عرباتهم بتاع، لكن حاله الانفلات هي ما من سالينا الزول هسه من هنا مضروب زاد البعالي جدا ما عنده له وجهه الدكتور كم عربي بتاع ما يقدر يعالج هنا ما عندنا شغل بقبيله. الانفلات هي نازل ناس تم كلها ما وحده، في ناس ابرياء لكن ناس اصابات دي ما بتتم لقبيله ولا اي حاجه. المنفلت ده كم عربي كم زقاوي كم اي قبيله زول منفلت المنفلت ما عنده لا قبيله. اين الدور الحكومه هنا؟ معاتن ما زال يعاني لا قادر يزرع لا قادر انه بس حربنا انه دار نوصل رساله انه يوقف حكومه يوقف القتل والتشريد ويفر لنا امن كافي للمواطن السوداني عشان يزرع ويعيش بامن وسلام. طبعا توصياتنا للحكومه الحاليه بتمثل في مجلس السياده و حاكم اقليم دارفور والولاة بتاع دارفور انه شنيما يدو الامن من اوليات شنيما الانسان في دارفور، وبالتحديد نزع سلاح الجنجويد نزع سلاح شنيما الجنجويد وطردهم من اراضي المزارين او اراضي شنيما دارفور، لانه شنيما الانسان جاء في دهر الجمل اصلا جاء في دهر الجمل بس نحن ما بنعرف له شنيما اريد في شنيما دارفور، وبالتالي لو دار يقعد انسان مواطن انه شنما نحن والله انسان مواطن ده ما بنعرف في راسنا ممكن شنما يقعد، لانه شنما نحن بنحب السلام ونحن دعاة لشنما السلام، لكن لو ابى نحن والله بالمناسبه يعني كمواطنين ما رضينا شنما اللي بيحصل، لانه نحن دعاة بتاع شنما السلام. ومساله الجنجويد الان ما مساله الجنجويد، الان المساله الماشيه دي جهه منظمه ويزول عندها اهدافها، وحقيقة حكومة لو بصرت يبقى لو مش بصرت حكومة عارفة، ممكن نقول حكومة عارفة إما تبقى جادة وإما كمان يظل للدنيا السلام.